الانوار. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، تحياتي للأستاذ حسن وأشرف وسيد كباتن. موجودين. ربنا يخليك، ويعني مبروك على المباراة الجميلة دي الرائعة الحقيقة. كلمنا عن التجربة دي من وجهة نظرك كابتن إسماعيل، وكيف يمكن تكرار الجمال ده بعد كده إن شاء الله. النهارده كان كرنفال والله يا كابتن مدحت، يعني احتفلنا من بداية ما جينا المملكة، والحفاوة في الاستقبال، الناس مكرمين نادي اسم نادي الزمالك واسم مصر، وعارفين قيمته كويس. من قعدنا في الفندق لحتى التدريبات امبارح كان في جمهور كتير جدا من مصر، وده اللي احنا مفتقدينه في الملاعب، ان ما تصورش اداء اللعيبه كانوا فرحانين قد ايه امبارح والنهارده داخل المباراه. يعني الماتش النهارده منظره حلو قوي، يعني أوي. من جوه الملعب، واللعيبه كل اللعيبه نفسها تلعب وتشارك، لان طبعا وجود الجمهور المصري الزمالكاوي الاهلاوي الاسماعيلاوي داخل النهارده ملحمه داخل الاستاد الملز، طبعا فرق مع اللعيبه وفرق معانا مع نفسياتنا يعني داخل الملعب، وقدر انه يعمل المباراه بغض النظر عن النتيجه. كابتن مدحت يعني هي تجربه مفيده جدا، وتجربه تدل على التآخي بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه وبيننا وبين الهلال. الامور يا ريت تتكرر في الفتره اللي جايه، ويا ريت يعني النهارده منظر الجمهور حاجه تفرح، يعني جاي يحتفل فعلا بفرقته احتفالات جميله، دخلات جميله داخل الملعب. يعني بشكر كل الجمهور اللي جه النهارده المصري، لان فعلا ادى مثال للرقي في التعامل مع الاحداث، وفي الرقي في التشجيع، ونتمنى ان يكون عندنا كده ان شاء الله باذن الله. هل يا كابتن يعني تم الاتفاق على مباراه في الامارات بعد المباراه دي النهارده؟ لا يا كابتن، لا مفيش، احنا مفيش. ما انا قلت عشان كده لسه متاكد. احنا هنعمل عمر ان شاء الله، مكانين وان شاء الله نرجع الجمعه في الليل باذن الله، وتعود الجمعه باذن الله. طيب كابتن اسماعيل، هل الكابتن محمد صلاح قريب من حضرتك؟ طبعا اجيب. طيب حتى لو بعيد اديله تعليمات يا كابتن، انت مدير الكوره. طيب صح. نبارك له برضو، اكيد لازم نبارك له ونشجعه كده. اهلا يا كابتن صلاح والف مبروك. اهلا كابتن مدحت، ازي حضرتك كابتن؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه، مبروك يا كابتن، وان شاء الله يعني تبقى في دائما التوفيق باذن الله. المباراه دي كان يعني الاستفاده الخاصه بك انت ككوتش للزمالك ايه النهارده يا كابتن صلاح؟ والله كابتن احنا يعني عملنا شوف تشكيل او توليفه زي ما بيقولوا، عشان في ناس كانت موقوفه الماتش اللي فات، في ناس راجعه من اصابه، ويعني اعتقد هم دخلوا في مرحله كويسه من اللياقه، لكن ان شاء الله هنكملها في الفتره الجايه، عندنا حوالي 12 يوم لسه. واطمأننا على الشناوي، وبعد الشناوي في جنش، وبقى عندنا ثلاث حراس. كابتن ايمن يعني عنده اختيارات كتيره ان يختار مين، ودي حاجه ميزه. موجودين قدرنا برضك نسد بعض الثغرات اللي بايقاف كان تحقيق مع معروف او خالد البديل بتاعهم، ودي حاجه كويسه قوي. ودي الحمد لله مش عايزين نحسد نفسنا يا كابتن مدحت، احنا جهاز شغالين في صمت لنادي الزمالك، والحمد لله ربنا بيكرمنا، والمنظر زي ما انت شايف جميل، واللعيبه قوي 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 قوي. طيب الناحيه الشمال يا كابتن صلاح، يعني هل بتؤرقك ككوتش للفريق ناحيه الشمال باك شمال؟ لا والله كابتن، انا بنام بدري، مش ما فيش ارق ولا حاجه من الشغل. شلبوك لا كابتن، شوف احنا الحمد لله احنا عندنا دلوقتي اسلام بيعملها، عندنا حماده بيعملها، وفي اكثر من بيعملها، لكن الحمد لله. واحمد سمير راجع، انت عارف يعني كانت اصابه في الريش، واعتقد الريش استوت وتبقى حلوه قوي، وهيرجع ان شاء الله. يعني قريب احمد سمير راجع خلاص يعني؟ خلاص ان شاء الله، يعني ان شاء الله لما يرجع يتمرن معانا، ان كان بيتعارف في الفتره دي. وان شاء الله يكون جاهز مع حماده ومع اسلام ان شاء الله. عدم يعني اعطاك فرصه النهارده لخالد قمر ده باعتبار ان هو موقوف ومش هيشارك اليومين الجايين؟ اكيد كابتن، هو معروف احنا دلوقتي في قرار ان مثلا في تحقيق او ايقاف اليوم، فنشوف البديل احسن عشان نستفيد منهم. بالظبط بالظبط، يعني مليون مبروك يا كابتن صلاح، وبالتوفيق دايما ليك في اللي جاي. حضرتك من هنا واحنا في السعوديه، وحضرتك من القاهره، نشكر الامير عبد الرحمن ان يعني قال كلام جميل امبارح، والنهارده نزل بنفسه سلم على اللعيبه وحيانا، والحفاوه الكبيره اللي احنا فيها دي فنشكره عليها من هنا ومن كل الزملكاويه، كل المصريين بصراحه.
تمام يا كابتن، تمام، وده مش مستغرب عليهم الحقيقه. بشكرك كابتن صلاح، شكرا جزيلا. شكرا كابتن، شكرا كابتن، شكرا شكرا جزيلا. طيب حضرتك كنت بتكمل حديثك، هل انهيت الحوار في الجزئيه دي؟ انا بس عايز اقول ان انا قدامي صوره لياسر القحطاني بعد ما عمل العمليه، الصوره دي على تويتر من لها 9 دقائق بالظبط. اللي هي صوره ايه؟ ياسر القحطاني بعد ما عمل العمليه. بعد ما عمل العمليه اوكي. طبعا اللقاءات دي مهمه جدا وضروريه ولازم تتكرر، ولازم يبقى كل فريق مصري، يعني بما اني بتكلم على الزمالك، يلعب في اي دوله بيبقى هدفه دائما صناعه المزيد من الشعبيه والجماهيريه في اي دوله. العالم كله دلوقتي